الرقة، الرقة المركز الإعلامي لثوار الرقة، 20/7/2013 البراميل المتفجرة تزرع على الأحياء المدنية في محافظة الرقة. الرقة المركز الإعلامي لثوار الرقة، المركز الإعلامي لثوار الرقة، البراميل المتفرجة تسقط على الأحياء المدنية في محافظة الرقة. الله لا يوفق. البراميل المتفجرة، انظروا إلى مكان سقوط البرميل. ما في حدا يا شباب؟ الرقة